أسعدكم مساء وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الدين والسياسة. في الحلقة السابقة ناقشنا الكثير من القضايا الفكرية والمناظرات الفكرية التي دارت في التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط، وتطرقنا أيضا إلى تاريخ الإسلام الحديث، وحاولنا أن نربط ما بين تلك المفاهيم التي سادت في فترة الإسلام المبكر والوسيط بما يسود اليوم من أفكار ومفاهيم في المرحلة الحالية. هذه المسألة لها أبعاد عميقة في الفكر والسياسة، وربما نستطيع أن نجلي وأن نوضح هذه الجدلية بين الدين والسياسة عبر مناقشة المفاهيم التي سادت والمفاهيم التي تسللت شيئا فشيئا إلى واقع التفكير الإسلامي وإلى الثقافة الإسلامية لاحقا. من هذه الزاوية نحن إذن نحاول أن نربط ما بين هذه الأفكار وهذه المفاهيم التي تعتبر قواعد مؤسسة تواصلت عبر الأجيال لما يسمى اليوم بالفكر المتطرف، وهو فعلا فكر متطرف، وما يسمى اليوم بالفكر التكفيري، الفكر الإقصائي، وهو فكر على ما يبدو له جذوره للأسف الشديد في التراث الإسلامي نفسه. إذن دعونا نشاهد قبل أن أرحب بضيفي الأستاذ أنور رجب الكاتب والباحث المختص بشؤون الجماعات الإسلامية، دعونا نرجع إلى التقرير الذي كنا يعني قد عرضناه في الحلقة الأولى، أي الحلقة السابقة، حول هذه الأفكار والمفاهيم والمناظرات. إلى التقرير. في البحث عن المنشأ الفكري للتطرف والغلو والتعصب الذي تشهده البلدان العربية والإسلامية، وحالة التدمير المنهجي المنظم لأسس ومرتكزات وحدة المجتمعات فيها، وتمدد هذه الظواهر إلى بلدان كثيرة في عالم اليوم بما في ذلك البلدان الغربية، يلاحظ أن نسقاً معيناً من الأفكار تربط بصورة عضوية ومحكمة بين قديم هذه الظواهر وحديثها. وإذا كانت التجربة التاريخية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التعصب والغلو والتطرف قبل أن ينتشر ويتحول إلى ممارسة عملية، إنما استند ويستند في الواقع إلى ذلك النسق الفكري الذي أدى إلى هذه الممارسة وأنتجها، والذي مررها وسببها وفسرها ودافع عنها في كافة المراحل وفي كل الأحداث الكبيرة الذي مر بها منذ الفتنة الأولى وحتى الداعشية الراهنة. ولذلك فإن الكشف عن هذا النسق بالذات وتتبعه ومعرفة جذوره المعرفية والاجتماعية يعتبر بكل المقاييس بمثابة حجر الزاوية في مثل هذا البحث، بل وبمثابة القاعدة العلمية الكبرى والأهم للكشف عن جدلية الدين والسياسة، جدلية التوظيف والاستخدام والاستناد المتبادل. في مقابل هذا السياق والنسق كان للفلاسفة العرب والمسلمين في الجهة المقابلة الأثر والمأثر في تفنيد هذه الظواهر والدفاع عن القيم الخيرة والمثل العليا التي يفترض أن تتحلى بها المعرفة الإنسانية من كل الجوانب، وخصوصا من جانبها الديني والروحي. التعصب مجرد حالات فردية وليست نبتة شيطانية نمت في غفلة من الزمن، بل إن المسألة برمتها تتعلق بمنظومات فكرية متكاملة ومنسقة متواصلة ومحتدة، ولها كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الزمان والمكان. وعلينا أن نعي وندرك أنه إذا أردنا أن نكون حقا بمستوى القدرة على دحضها ومواجهتها، فإننا مطالبون بأن نكون بمستوى هذا البحث. لبرنامج الدين والسياسة، ليال عبيد. أهلا بكم من جديد أستاذ أنور، شرفتنا. يعني أنا أريد أن أبدأ بالقول بأنني قد رافقت مسيرة عملك المتواصل في هذا المجال، وأعجبت كثيرا برسالة الماجستير التي أعددتها حول هذه المسائل. شرف كبير أن تكون معي في البرنامج، أهلا بك. شرف عظيم لي. الله يبارك فيك. شكرا سيدي. إحنا بالحلقة السابقة من هذا
النقاش تعرضنا لجملة من الأفكار والمفاهيم وربما أيضا المحاولات الفكرية الدؤوبة من أجل السيطرة والسيادة لمفاهيم بحد ذاتها عند جماعات معينة وعند أقطاب فكري يعني على المستوى الفكري أقطاب إسلاميين كبار يعني حاولوا أن يفرضوا مفاهيم التكفير والتطرف والانغلاق والإقصاء، ومقابل ذلك كان هناك الكثير من الكتاب والكثير من العلماء الذين حاولوا التصدي لهذه المفاهيم وتفنيدها والتعامل معها باعتبارها خطر على السلم الاجتماعي وخطر على وحدة المجتمع وغير ذلك من المسائل التي تعرف جيدا يعني كيف كان سياقها في العصور الوسيطة والحديثة في آن معا. لو إذا أردت أن 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 أن, أن تساعدني هنا، ما هي أهم المفاهيم أستاذ أنور التي سادت في تلك المرحلة، وهل لك أن تشرح لنا هذه المفاهيم حتى نربطها بالواقع الحالي وبالمفاهيم السائدة على مستوى الفكر المتطرف والفكر الإقصائي الذي يعني تتبناه بعض الجماعات الإسلامية؟ أولا يعني بسعدني أكون مشارك في هذا البرنامج، واسمح لي اولا يعني اوجه التحيه والتقدير لتلفزيون فلسطين ولك شخصيا على هذا البرنامج الرائع اللي انا بعتقد ان صحتنا الفلسطيني بحاجه ماسه له وللكثير من هالبرامج على هذه الشاكله. فيما يتعلق بموضوع التطرف ومفاهيم التطرف التي نعاني منها او ما زالت موجوده حتى نعم. الان دعني اشير في البدايه انها هذه المفاهيم او ظاهره التطرف في الفكر الإسلامي بتقديري هي كانت نتاج التوظيف المبكر للدين في السياسة. تمام. منذ المقولة الشهيرة لسيدنا علي بن أبي طالب، كلمة حق يراد بها باطل، ردا على مقولة الخوارج لا حكم إلا لله. هنا بدأ هذه المرحلة، بدأت يحدث فيها المزج والتوظيف المتبادل بين الدين والسياسة. هذا صحيح. ثم بعد ذلك ظهرت، وفي هذا الإطار وفي هذا السياق نفسه أيضا ظهرت كثير من الفرق الإسلامية التي لها علاقة بتحديدا بفرق اللي أطلق عليها فرق الكلامية عفوا كالمعتزلة، وظهرت بالمقابل أفكار تؤصل لسيطرة الحاكم. تمام. في عهد بني أمية. تمام. في هذه الفترة ظهر أحمد بن حنبل. صحيح. الإمام أحمد بن حنبل، وشعر أن هناك تجاوز على بعض المفاهيم الدينية، ورأى أنه لابد من تنقية العقيدة الإسلامية في وجه منهج المعتزلة وأهل الرأي والقياس والتأويل، يعني مقابل منهج العقلاني أو ما يسمى بالمنهج العقلاني بدأت منظومات جديدة لتأصيل الفكر المتزمت. جيد. نعم. مع أحمد بن حنبل كان هناك قدر من التساهل في العادات. نعم. وليس في العبادات كما وصفه ابن تيمية، هو كان متشدد في العبادات ومتساهل في العادات، وهنا نعم. نقصد بالعادات القضايا اللي لها علاقة بالمنهج الصوفي. نعم. وسلوك الصوفية. نعم. وهذه حلقات نعم. هي مترابطة مع بعضها البعض وتظهر في سياقات وظروف تاريخية بعينها. تمام. جيد. ونتاج التجربة الشخصية أيضا لصاحب هذا الفكر. تمام. جيد. كلها وهي في تواصل في أزمنة متباعدة طبعا. إلى حد ما، ولكنها لكن الخيط واضح بين في هذا التواصل. صحيح. تمام. بالتأكيد. ثم جاء بعد ذلك في مطلع القرن الثالث عشر حسب ما أعتقد اللي هو ابن تيمية. نعم. وهو جاء في فترة كان فيها الإسلام والدين الإسلامي يعيش في أزمة، فترة ما بعد سقوط بغداد ونهاية الخلافة العباسية. تمام. وهو اعتبر أن هذه الفرق التي ظهرت في تلك الفترة كالجهمية والصوفية والقدرية هي السبب في هذا، وحملها المسؤولية. وحملها نعم. معروف. المسؤولية. صحيح. وبدأ يتحدث ويضع ويصيغ أفكار
لتنقية العقيدة ومواجهة هذه الفرق. وهو بالمناسبة يعني مواجهة يعني دور ابن تيمية في مواجهة هذه الفرق هو كان أحد الأسباب الرئيسية في هذا الانتشار الواسع لابن تيمية، بالإضافة لكثير من الأفكار التي أسست الآن لجميع الجماعات التي جاءت بعد ذلك لاحقا وامتدت إلى يومنا طبعا هذا، والتي تستند إلى أفكار ابن تيمية. أيوة. التي المنظومة الفكرية هنا يعني المنظومة الفكرية التي ظهرت في سياقات وظروف تاريخية مختلفة تماما. مختلفة تماما، لكن تم استخدامها باعتبارها جزء أصيل من العقيدة من قبل المتزمتين والتكفيريين والإقصائيين على مدى العصور. بالتأكيد هذا صحيح. نعم. وإذا بنلاحظ يا دكتور يعني كتاب مثلا محمد عبد السلام فرج الجهاد الفريضة الغائبة، نعم، هو بمجمل نعم بتفاصيله مقتبس من فتاوى ابن تيمية في قتال التتار، بل في ناس اعتبروه تفسير ابن تيمية يعني جيد. نعم. بل بالعكس هو ذهب أبعد من ابن تيمية في بعض القضايا اللي إلها علاقة بالجهاد وأولوية القتال وإلى آخره. من أحمد ابن تيمية انتقلنا يعني في الإمام أحمد ابن تيمية هو وضع الإطار أو منظومة فكرية متجذرة يعني بعك أحمد بن حنبل هو كان في قدر من هذا، بس يعني بنقدر نحكي الإطار النظري. نعم. الإطار النظري. يعني بنقدر نحكي أول مفكر إسلامي نظر للتزمت والتطرف والإقصاء وغير ذلك كمنظومة متكاملة هو ابن تيمية. بالتأكيد. كمنظومة. وليس أحمد بن حنبل. صح. نعم. بالتأكيد. أنا أتفق معك بالمناسبة. نعم. ثم انتقلت في بداية القرن السابع عشر أو الثامن عشر أعتقد مع محمد بن عبد الوهاب، تمام، إلى التطبيق الفعلي والعملي. آه. باستخدام العنف في مواجهة الآخر. لم تعد المسألة إذا منظومة فكرية لا. مجردة وإنما إلى استخدام العنف في مواجهة الآخر. طبعا. والآخر ليس بالضرورة هو الآخر الكافر أو صاحب الديانة الأخرى، وإنما كانت باتجاه المتصوفة. نعم. التصوف معروف جيد. طبعا. ومارس العنف في هدم ما يعتبره اللي كان الأساس للمتصوفة في مسألة زيارة القبور. طبعا. معروف اللي عشان هيك انت بتلاقي في المدينة فيش إلا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، وما دون ذلك دمرت على يد الوهابيين. جيد. تمام. هذه حلقة أخرى أصبحت الآن هي الحلقة اللي فيها التطبيق المنظومة الجديدة لكن في التطبيق العملي. التطبيق نعم العملي. تمام. وظهر مفهوم مع ابن عبد الوهاب، ظهر مفهوم التوحيد والذي ارتبط بمفهوم آخر أسس على هذا المفهوم هو مفهوم الولاء والبراء. نعم. واللي على أثره يتم تقسيم العالم في ثنائية متضادة استقطابية عالم كافر أو عالم مسلم. نعم. كويس. ومن هنا يتم التوسع في هذا المفهوم من قبل جماعات أخرى التي جاءت بعد محمد عبد الوهاب. نعم. مسألة يعني مفهوم الولاء والبراء هو أساسا يحسب أو هو ما جاء به الفكر الوهابي. تمام. هذا المفهوم اللي بس هو يستند بالأساس إلى ابن تيمية بغض النظر. نعم. بالتأكيد. طيب مش هاي المفاهيم بالضبط، هاي المنظومة الفكرية ممكن نوضح للمشاهدين وللناس المهتمين بهذا، شو هي المنظومة؟ يعني منظومة الحاكمية، منظومة الولاء والبراء، إلى آخره، ممكن نوضحها. جميل. هاي لأنها في هاي مسألة في منتهى الأهمية بالنسبة للمشاهد. بالتأكيد. نعم. دعني بس أكمل الحلقة. تفضل أرجوك. سلسلة الحلقات أرجوك بكل راحة. بعد ابن تيمية وجاء محمد بن عبد الوهاب، في جاء أبو الأعلى المودودي. صحيح. في مطلع القرن العشرين. جيد. في الباكستان. في الباكستان طبعا. وأنتج مفهومي الجاهلية الجديدة والحاكمية. تمام. اللي على أثرهم بتحدد الموقف من النظام الحاكم ومن الحاكم وتقسيم العالم كما قلنا إلى جاهلية وإلى إسلام. نعم. جيد. ثم بعده جاء سيد قطب. طبعا. الذي تأثر بأبو الأعلى المودودي طبعا ووظف وأعاد إنتاج مفهومي الجاهلية والحاكمية
ووظفهما في مواجهة النظام في مصر. نعم. ومن بعده بدأت الجماعات الأخرى تأخذ من هذه المنظومة التي أسس لها سيد قطب، وتعتبر يعني أفكار سيد قطب هي يعني أحدثت قطعا مع الأفكار الإصلاحية التي كانت ظهرت في تلك الفترة. نعم. وأسس إلى فكر أكثر تطرفا وتشددا من الناحية النظرية ومن الناحية العملية. إذن الآن المنظومة صارت واضحة. ابن تيمية، بعد ابن تيمية انتقلنا إلى محمد بن عبد الوهاب، ثم انتقلنا إلى أبو الأعلى المودودي، ثم إلى سيد قطب، وهذه الأفكار تكاد تكون منظومة متجانسة بين مزدوجين، وتصل اليوم إلى الداعشية والنصرة وإلى كل جماعات التفكير التي تنتشر في ربوع الوطن العربي والإسلامي. صحيح. وبدأت تنتشر في العالم كله. هل أنا على حق؟ بالتأكيد. تمام. إذا نرجع الآن إن شوي شوي نوضح موضوع المفاهيم، لأنه هذا موضوع مهم. يعني نبدأ مع ابن تيمية. الموضوع الأكثر جدلا في هذا الإطار هو مفهوم الجهاد. الجهاد. وتأصيله. نعم. لمفهوم الجهاد. ابن تيمية أعلى من شأن الجهاد، وكما قلنا أنه أفكار ابن تيمية في تلك ظهرت في إطار انهيار في أزمة في الإسلام طبعاً. وفي الفكر وفي هجمة خارجية على الإسلام وديار الإسلام. تمام. المغول والتتار وسقوط الخلافة العباسية. تمام. وسقوط بغداد وإلى. تمام. آخره. ومن هنا أصل هو لمفهوم الجهاد وأعلى من شأنه لدرجة ساوى بينه وبين الصلاة. نعم. اعتبر أن الصلاة هي العمود أو عمود الدين. كما والجهاد هو رأس أو تاج الإسلام. تاج الدين. نعم. الجهاد. وحتى كاد أن يعني في تصيفه وفي إعلاءه من شأن الجهاد يكاد يوازي بينه وبين الصلاة والصوم والزكاة وإلى اللي هي مفهوم أركان العقيدة نفسها. نعم. مفهوم. نعم. الجهاد. نعم. نفسه. وأصدر كثير من الفتاوي في هذا الجانب، وجعل مهمة الإمام الحاكم مهمة لها علاقة بمحاربة الكفر. التأصيل السياسي الآن. نعم. لهذا. نعم. لمفهوم الجهاد محاربة الكفر خارج ديار الإسلام. خارج ديار, ديار الإسلام. نعم. المفهوم الأول أو المهمة الثانية، المهمة الأولى للإمام أو للحاكم هي تنقية العقيدة وتطهيرها وتطبيقها عبر الالتزام بالحدود، تطبيق الحدود. وهذا طبعا يعني يتم الحديث فيه بأشكال مختلفة. نعم. وهناك تفاسير مختلفة. صح. هذا مفهوم الجهاد هذا بهذا الشكل اللي أصل له ابن تيمية أيضا تحدث في أبو الأعلى المودودي، ولكن أبو الأعلى المودودي يعني كان أكثر وضوحا أن هذا الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام دون الإعلان عنه. وطبعا هو جاء في سياق يعني وضع الجهاد في مرتبة الأركان الخمس تقريبا دون الإعلان عنه. دون الإعلان عنه. طبعا. وحتى لو يعني بعض هالفرق لا يعني يعتبر فرض عين، يعني لو بدنا نسلم لكنه فرض عين. تمام. في هذا المفهوم أيضا ابن أبو الأعلى المودودي كان ظهر هذا المفهوم في سياق تاريخي وظروف تاريخية لها علاقة بوضع المسلمين في الهند قبل. نعم. استقلال باكستان وإلى آخره. إذا هذه التجربة الشخصية اللي أتحدث عنها اللي هي تؤثر في الفكر والظروف. طبعا. والسياقات التاريخية. الآن مع ظهر مفهوم الحاكمية اللي هو أنتج ووظفه في الجانب السياسي هو أبو الأول من أنتجه هو أبو الأعلى المودودي ووظفه سياسيا. مفهوم الحاكمية قائم على هو مفهوم ديني، ولكن يعني لو نظرنا في التاريخ الإسلامي أو حتى في النصوص الدينية لا نجد لهذا المفهوم أي أثر. نعم. بمعنى الحاكمية. نعم. كنص كمصطلح. تمام. هو مشتق من كلمة الحاكم والحكم، هذا هو الذي ورد. نعم. في نعم. في في النص القرآني. نعم. ولكن كمفهوم هو لم يرد، هو اشتق من هذا، وهو يعني ان 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 الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفرد بالحكم، وهو الذي يتفرد بالتشريع،
ولا يجوز لأي كان أن يشارك الله في خصائصه. نعم. هنا أنت تبني على مسألة الحاكم، هل هي دولة أو هذا النظام نظام مسلم أو نظام غير مسلم، مدى التزامه بالحاكمية. يعني هنا بدأ مشروع الدولة الدينية عمليا، بدأ مفهوم الحاكمية، مفهوم مشروع الدولة الدينية. نعم. له علاقة بالتشريعات والقوانين. نعم. يعني بمعنى هو اعتبر أن أنت تشرع تضع قوانين، أنت تشارك الله في خصوصياته، أخص خصوصيات له التشريع، وأنت بذلك تخالف النهج السائد أو أنه لا شرعة إلا شرعة الله، جادة الإسلام. طيب. بالتالي أنت أصبحت في دار أخرى، وهذا يعني يتقاطع مع مفهوم الجاهلية. نعم. إنه أنت بهذا الفهم للحاكمية تعتبر أن من أوجد شيء له علاقة بالقوانين الوضعية والتشريعات والبرلمان والديمقراطية وإلى هو لا يؤمن بالمناسبة بالتدرج. طبعاً. أبو العلاء الموجود هذا في يتحدث فيه بصراحة، لا يؤمن بالتدرج. نعم. ولا يؤمن بالديمقراطية ولا يؤمن بمثل هذه الأساليب، ويعتبرها هي خارجة عن إطار الإسلام. نعم. إذن هو أصل لمفهوم الجهلية من ناحية فقهية، واعتبر أنه الابتعاد عن الحاكمية هو يجعلك في مصاف، يجعل في مصاف الجاهلية. يعني في مصاف الكفر والشرك. يعني حتى. وبالتالي أنت الآن مطلوب منك من خلال الجهاد أن تعيد صياغة هذه المنظومة بأنه العودة إلى الله ومحاربة الجاهلية والكفر. ولا حكم إلا لله، ولا حكم إلا وأنه لله. البشر ليسوا هم المخولين بالحكم، يعني ليسوا هم أصحاب بالتأكيد. يعني ولكن التشريع لكي يعني يكونوا في الحكم. جيد. نحن ولكن من سيطبق هذا؟ هذا سنأتي عليه. طبعا يعني طبعا. لا هو أساس أنا الحكم إلا لله، يعني لا أحد يختلف أن الحكم لله. نحن ليش قلنا تحدثنا منذ البداية أن التوظيف السياسي للدين بدأ من مقولة الخوارج لا حكم إلا لله. وعلي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب لم يستطع أن يقول شيئا، وقال إنه كلمة حق يراد بها باطل، والتزم. نعم. لأنه أنت لجأت إلى الله، ولكنه قال كلمة حق يراد بها باطل، وهنا التوظيف. وكذلك حدث في مفهوم الحاكمية والجاهلية. تمام. سيد قطب كان دوره أنه أعاد إنتاج هذه المفاهيم ووظفها كسلاح معرفي في مواجهة النظام. تقصد في مصر. تقصد الأطروحات الرئيسية في معالم على الطريق. نعم. معالم على الطريق وفي ظلال القرآن، وفي ظلال التي القرآن. أصل. نعم. لها. يعني هو يعتبر سيد قطب أول من أصل للخروج على الحاكم. نعم. وهو بذلك يخالف جميع الأئمة في هذا الموضوع. نعم. يعني هناك موقف فقهي من موضوع الخروج على الحاكم أو الثورة عليها أو التمرد عليه، وله ضوابطه. حتى ابن تيمية لم يشرع أو لم يشرع الخروج على الحاكم إلا ضمن ضوابط شديدة الصرامة. نعم. ولكن سيد قطب يعني كما قلنا استثمر، أعاد إنتاج مفهوم الحاكمية والجاهلية في ووظفهم كسلاح معرفي، وأسس لموضوع الخروج على الحاكم باعتبار أنه حاكم، ومفهوم الجاهلية أن هذا الحاكم يخالف شرع الله. هو يضع القوانين الوضعية التي يعني تنازع أو تنافس الله في أخص خصائصه، وهو التشريع والقوانين. نعم. وهو يعني يؤصل لذلك بشكل واضح في موضوع الجاهلية، أن هذا المجتمع أن ما يحدد مسألة الإسلام أو دار الكفر ودار الإسلام هو مدى التزامك بالإسلام. وبالتالي إحنا هو يرى أن المجتمعات جميعها الموجودة هي مجتمعات كيف؟ جاهلية. جيد. لأنها بعيدة عن الإسلام، يعني بعيدة فكرة عن شرع الله. تكفير المجتمع يعني واضحة وهي القاعدة الرئيسية لما نشهد الآن من عملية التكفير للمجتمعات والجماعات والشعوب وغيرها. هاي يعني هاي مسألة واضحة ولا لبس فيها. طبعا. في كتاب معالم في الطريق، وبالمناسبة هذا الكتاب هو يعتبر الدستور للجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرق. الإرهابية. طيب. جيد. بس هنا السؤال، يعني مثلا لما الأزهري الشيخ علي عبد الرازق ألف كتاب أصول الحكم في الإسلام، أنت تعرف جيدا،
يعني قامت هجمة عليه حتى من الأزهر الشريف في ذلك الوقت ومن قطاعات. دليل أن الفكر العقلاني الإسلامي لم يكن هو السائد، وإنما المنظومات السائدة هي منظومات بصراحة تعود للفكر المتطرف. يعني وين دور العقلانية هنا إذن؟ يعني من واجه هذه المنظومات؟ يعني إحنا يمكن في حلقة سابقة تحدثنا عن مثلا دور العقلانيين من المعتزلة إلى ابن رشد إلى كثير من الكتاب، وطبعا في حديث العصر الآن كثير من الكتاب والمفكرين. سؤالي يعني هون، هل كانت هذه المفاهيم من السطوة ومن الانتشار بحيث أنه كان يمكن التأصيل لها والتعمق بها وزيادة تفسيرها وتبريرها دون مواجهة فكرية مقابلة؟ يعني هذا سؤال حقيقة مهم جدا يا دكتور. الفكر كما قلنا أنه هو له حلقات متتابعة. تمام. جيد. حتى أنا تحدثت، أنا أشرت إلى أن أفكار سيد قطب شكلت قطيعة مع فكر الإصلاح الذي ظهر على يد محمد عبده. تمام. حتى أنه محمد عبده له انتقاد، وهو يرى في الوهابية أنها فكر غلو وتطرف. طبعا معروف. جيد. وهذا. ولكن التغول من مجموعة المفكرين اللي أسسوا لفكر للتطرف كان جزء منه له علاقة بالمنظوم السائد في تلك الفترة. يعني بمعنى انت، احنا افكار ابن تيمية شيخ الاسلام، لم يحظى احد من الائمة بهذا الاسم طبعا سوى احمد ابن تيمية شيخ الاسلام. جيد. افكاره حتى الان تتسلل الى موجودة حتى الان في مناهج التربية والتعليم، تدرس في الجامعات في المدارس، موجودة عند جماعات الإخوان وعند جماعات إسلامية مختلفة. أفكار ابن تيمية هي جزء من، يعني أنا بفهم أن تكون أفكار ابن تيمية جزء من المكتبة الفكرية والإرث والمنظومة التربوية لجماعة الإخوان المسلمين أو لجماعة الجهاد المصرية أو للقاعدة أو لداعش، هذا مفهوم. نعم. ولكن لا أستطيع أن أفهم كيف تسلل فكر ابن تيمية إلى مناهج التربية والتعليم في الوطن العربي كله حتى الآن، بما فيها للأسف بعض المفاهيم التي تسود في مناهجنا نحن كفلسطينيين. بالتأكيد لا، وهذا له قول آخر. نعم. سنأتي موجود عليه موجود في سياق هذا البرنامج. ولكن أنت أمام الدين دائما، وهذه المسألة هم يستغلوها بشكل قوي. يعني هم يقدموا أنفسهم بأنهم الحريصين على الدين، الأوصياء على الدين، وهذا التشدد أو هذا الغلو هو له علاقة بالحفاظ على الدين. وكما قلت لك، يعني كما أشرنا، أنه هذا الغلو يبرز في فترة يكون فيها الإسلام في أزمات، في أزمات وفي تراجع، وبالتالي كأنه يناجي واقعا مما ربما يساعد على انتشار مثل هذه الأفكار بسبب الظرف الاجتصادي الاجتماعي السياسي إلى آخره، والغزو الخارجي طبعا. وهذه مسألة في منتهى الأهمية تحدثنا عنها. يعني أنا خلينا نربط الماضي بالحاضر. عندما بعد أحداث 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب. نعم. تقريبا القاعدة 80 أو 90% من بنيتها البشرية والعسكرية والتلاشت. ولكن ما السبب أنه أعيد إنتاج القاعدة بنسخة أكثر وحشية ودموية؟ هو الحرب على العراق. أنت منحت الخطاب التكفيري مادة أرضية وبيئة، الغزو الخارجي طبعا بيئة أصبحت مواتية للانتشار مثل هذه الأفكار. أنت صح أو بمعنى أقنعت العالم أو أقنعت الآخرين برواية التطرف، أن هذا الغرب الكافر يريد أن يستبيح ثرواتنا وأموالنا. من هنا من هنا وقص. يعني دائما الدين حاضر. أنت هذه هي المشكلة. يعني مع الشيخ علي عبد الرازق عندما تحدث في موضوع الخلافة والدولة وإلى آخره، بالتأكيد وغيره، وبعده أجا نصر حامد أبو زيد وعلن المرتد وفرقوا عن زوجته وإلى آخره. ولكن أعتقد أنه عيد له هذا الشيخ علي عبد الرازق، عيد الاعتبار له بعد سنوات. سنوات. لكن أنا هي نعم تفضل. ولكن
كما قلت لك الدين مسألة يعني حتى في تلك الفترة يعني كان صعب الجدال فيها طبعا، وخاصة إذا كان الإسلام يمر بأزمة معينة أو البلدان العربية أو الإسلامية تمر بأزمة أو المسألة مرتبطة بغزو خارجي كما تفضل، هذا لا يدع مجالا للفكر المتنور العقلاني. يعني في فترة أحمد بن حنبل كان الإسلام يمر بأزمة، وبالتالي كان هناك القابلية لتقبل هذا الفكر أكبر بكثير مما كان في السابق أو في اللاحق. طيب. فترة ابن تيمية نفس الشيء. طيب الآن علي عبد الرازق يعني هو تحدى الأوساط الفكرية والعلماء في ذلك الوقت أن يأتوا بدليل من أنه يوجد شيء اسمه الحاكمية في القرآن الكريم أو حتى في السنة الشريفة، وبالتالي يعني هو كان يعني بصراحة مقنع وكان قوي للغاية. صحيح. في هذه الأطروحة كأن سيد قطب فيما بعد استشعر الخطر الذي يمثله التفكير التنويري الذي عبر عنه علي عبد الرازق، وبالتالي كما تفضلت قطع. لكن أليس هناك أيضا علاقة ما بين هذا الفكر المتطرف والعنف الذي تمارسه السلطة السياسية؟ يعني لاحظ مثلا عبد الناصر، رغم انتمائنا للناصرية وتقديرنا العظيم لإنجازاتها، لكن واضح أنه مع الإخوان كان في تبادل يعني صراع حقيقي. هل للصراع الاستبداد نظام الحكم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة أيضا هل هناك دور لمثل هذه المسائل في ظهور الفكر المتطرف وفي انتشاره؟ بالتأكيد هذه الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي الأرضية التي أو الأسباب التي تهيئ الأرضية والمناخات المناسبة لغزو الأفكار المتطرفة. نعم. للناس. نعم. يعني بمعنى العامل الأيديولوجي مهم، ولكن العامل الأيديولوجي بدون وجود هذه الأسباب لا يستطيع أن يؤثر بالشكل قطعي وشكل كبير كما هو في توفير الأسباب ومقومات الانتشار، الفقر، البطالة، الجهل، العنف السياسي، الإقصاء الآخر، غياب حرية الرأي، كل هذه أسباب تهيئ. نعم. تهيئ للفكر المتطرف أن يغزو وأن يجند وأن يمارس التحشيد في هذا يعني لا خلاف عليه. نعم. ولكن أنا لي وجهة نظر في القول. تفضل. أرجوك. في القول بأن عنف الأنظمة. نعم. عنف الأنظمة هو ما دفع بهذه التنظيمات لتبني أو لهؤلاء الأشخاص أو المفكرين لتبني الفكر المتطرف. أنا حاولت أن أقول لك مثلا أنه أثناء المناقشة مع بعض الجماعات وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، عندما تقول لهم أنه أفكار سيد قطب هي في منتهى الخطورة وهي تؤصل وتؤسس للتطرف والتكفير وإلى آخره، بقول لك لا، ما هو المسألة كان لها علاقة بعنف السلطة. أنا بدي إياك توضح هذه المسألة، أنا لا أتبنى وجهة النظر. جيد. في الإخوان. لأنه أنا أعرف أن عنف السلطة كان بسبب أولا الممارسات التي مارستها جماعة الإخوان ضد النظام الناصري قبل أن يكون هناك أي نوع من العنف. جيد. نعم. هذا بالمناسبة هذا الرأي وهذه المقولة هي من تبناها يعني الشيخ يوسف القرضاوي، وهم من أعلام الإخوان. يعني صحيح. أن العنف ضد هذه الحركات الإسلامية هو الذي ولد بالمقابل العنف والتطرف. نعم. الآخر. يعني لو تحدثنا عن تجربة سيد قطب، يعني هو بدأ بعيدا عن الفكر الإسلامي كبدايات، كان ناقد يعني له ميول أدبية وإلى آخره. نعم. معروف. ولا كان له آراء يعني بصراحة، يعني لو قيلت فيما بعد أو لو قالها أحد آخر كان الوضع مختلف. يعني تمام. أنا بتحدث قبلها. ولكن هو التشدد اللي عند سيد قطب ليس مرده إلى أنه كان في هناك عنف أو اعتقاد إلو، هي أفكار سابقة لهذا الموضوع، هو أسس لها في كتابات سابقة. صح. وهذا ليس صحيح أنه لأنه تم اعتقال، يعني ليس ردة فعل. نعم. حتى لو كان في ردة فعل أو كان في ظلم على سيد قطب، يعني هل هذا يبرر أن تقود الإسلام كله
الى هذه الوجهه الخطره وان يعني تضع مجتمعاتك العربيه والاسلاميه في مازق تاريخي. جيد. والموضوع الاخر ان عنف الانظمه تجاه الحركات الاسلاميه هو بالمقابل ولد عنف مضاد، هذا غير صحيح، لانه عمليا ودعنا لو احنا واكبنا تجربه الاخوان المسلمين بوصفها من اكبر الجماعات الاسلاميه في الوطن العربي وفي الوقت الحاضر كله. جيد. يعني في بعد بدناش نروح لبعيد، نحكي في وقت قريب بعد موضوع ما يسمى بالربيع العربي وصعود جماعه الاخوان المسلمين، انتم وصلتم الى سده الحكم، الى السلطه. جيد. هل مارسوا العنف ام لم يمارسوا؟ مارسوا. اذا العنف هو كامن لدى هذه الحركات، يعني بشكل يعني عام الحركات هي الاسلاميه ليست مساله ردود افعال بقدر ما هي مساله نابعه من نمط التفكير ومن نمط المعتقد. بالتاكيد، وهي كامنه ويتم استحضارها في الوقت المناسب عندما تتهيئ الظروف والمناخات لذلك. يعني لما انت في الثلاث في لما السادات فتح المجال امام الاسلاميين، طب كان في عنف ضدهم؟ ابدا. مش واخرجهم من المعتقلات وسمح لهم بالعمل السياسي بغض النظر شو واعطاهم فرصه تاريخيه لمواجهه التيار القومي والوطني المصري. بنقول يعني بغض النظر عن نوايا السادات طبعا، ولكن منحوا الحريه العمل والنشاط والدعوه و الى اخره. جيد. هل هذا يعني أبعد عنهم استخدام العنف؟ أبدا. ما هم استخدموا، وكان السادات أول ضحايا عنف الإسلامي. صحيح صحيح. اللي هو منحهم هذا. إذن المشكلة، إذن هناك محاولات لتبرير هذا التطرف بالظرف السياسي وظرف الاقتصادي والاجتماعي، رغم أننا لا ننكر ذلك، لكن المسألة لها علاقة بتأصيل فكري عميق عند هذه الجماعات. بالتأكيد. تمام. بالتأكيد. الآن لما إحنا بنيجي بنمسك مثلا المقولات الرئيسية للبغدادي وقبله الزرقاوي وقبله أسامة بن لادن وقبله سيد قطب أو من هم على شاكلة، يعني فعلا إحنا أمام سلسلة متصلة متواصلة ممتدة منهجية، وليست مسألة انتقائية على الإطلاق. جيد. وإذا بتلاحظ معي أنه كل حلقة من هذه السلسلة تكون أكثر تطرفا من الحلقة التي سبقت. ليش وأكثر عنفا؟ ليش؟ كيف بتفسر هذه الظاهرة بالمناسبة؟ يعني أنت تتفضل بكلام في منتهى الأهمية. صحيح. لأن هناك نقاش طويل أنه حتى ما بعد داعش سيأتينا من هم أكثر تطرفا من داعش، كأن هذه السلسلة التي تتفضل بها نوع من السياق الطبيعي. يعني أنا دعني أسير في البداية أو لبعض المراجع لهذه الجماعات. تمام. يعني لو إحنا أخذنا مثلا زي ما تحدثت كتاب الجهاد الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج، واللي هو فيه يعني كان يعتبر من أوائل من أصلوا أو أشاروا إلى موضوع إبطال مسألة تأجيل الجهاد، انه ما في جهاد مؤجل، لا الجهاد مستمر والى اخره، وهو اول من اصل لموضوع قتال الانظمه، اولويه قتال العدو القريب. نعم. وتاجيل أيوة العدو البعيد. لاحظ الافكار الوارده في هذا الكتاب من اين استمدها؟ كما قلنا من فتاوي ابن تيميه. لو تحدثنا عن كتاب التوحش، اداره التوحش لابو بكر ناجي. نعم. سنرى فيه الكثير من ال 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 اعتماد والاستناد إلى أفكار وفتاوي ابن تيمية. نعم. وكذلك الحال بالنسبة لفقه الجهاد اللي هو هذا الكتاب الأساسي لداعش. نعم. مسائل في فقه الجهاد، ولكن هم يطلقوا عليه اسم مسائل في فقه أو فقه الدماء. لأنه كما عبر البعض يعني أو أنه أنت تشتم رائحة الدماء وأنت بتقرأ فيه من كثر ما هو كان. نعم. دموي ووحشي. جيد. هو يؤصل يعني احنا قلنا انه في مراجع متعدده. نعم. الان ظهرت مساله الانتقائي لتبرير السلوك. تمام. فترى ينتقي من ابن تيميه هنا وشوي من سيد محمد بن عبد الوهاب هنا ومن سيد قطب هنا. الانتقائيه لكن لايش؟ لخلق وانشاء ايديولوجيه او فكر ايديولوجي
متكامل لتبرير الواقع الذي والسلوك الذي يقوم به. التأصيل يختلف، الهدف يختلف. يعني إذا تحدثنا عن الجماعات الجهادية أو الإرهابية التي برزت فترة السبعينات زي الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية واللي ظهرت في الجزائر، كان الرؤية مستندة إلى قضية الحاكمية وأولوية قتال العدو القريب، تمام، وأصلوا لها. نعم. ومحمد عبد السلام فرج اعتمد في ذلك على كتابات ابن تيمية وشوية على سيد قطب. إذن هو يريد أن يؤصل لهذا، هو يمتلك رؤية شخصية يريد أن يؤصل لها، فيبدأ بالانتقاء والبحث. تحولت الاستراتيجية فيما بعد مع القاعدة، وهنا يعني اسمح لي أشير إلى موضوع غاية في الهامة، هو التزاوج بين الوهابية والقطبية. نعم. الذي حدث في البداية في الستينيات، التزاوج الآخر ظهر في أفغانستان. نعم. بين الوهابية التي يمثلها أسامة بن لادن والقطبية التي يمثلها أيمن الظواهر. بالتالي أنت أنتجت منظومة متداخلة، منظومة يعني تستند إلى يعني أنتجت منظومة فكرية جديدة. نعم، أنا هذا ما قصدته، منظومة يعني بين مرحلة وأخرى يتم الانتقاء، ولكن ليس بهدف أن يكون أن تكون المسألة انتقائية، وإنما بهدف كما تفضلت خلق منظومة جديدة. منظومة جديدة فكرية. تخدم الرؤية السياسية في الظرف المناسب. نعم. يعني الرؤية السياسية للجماعات الإرهابية الإسلامية كانت في عهد في الستينات والسبعينات، تختلف عنها في الثمانينيات، طبعا تختلف عنها في التسعينات وفي يومنا هذا. نعم. في عهد داعش. نعم. الأعداء أو العدو أو من يفترض أن تجاهد أنت لمواجهته، يعني يختلف العدو من فترة إلى أخرى، والتأصيل يختلف، وحتى المرجعيات الفقهية تختلف. جيد. لكن الآن واضح أنه في صحوة على مستوى العالم العربي والإسلامي لهذا الخطر ولهذا الشيء الذي تفضلت بالإشارة إليه. وما يطمئن ليس أن هناك صحوة على صعيد الأنظمة الرسمية، هناك صحوة على صعيد النخبة أيضا. نعم. حتى يعني لو تتبعنا سنجد في العالم العربي الكثير من الأصوات التي بدأت أكثر جرأة في تناول هذا الموضوع، الحديث بمواجهة هذا الخطر على المجتمعات وعلى وحدة المجتمعات العربية على جميع والإسلامية في جميع الدول العربية، حتى على مستوانا المحلي نحن هنا. طبعا. أنت لو تتبعت ستجد العدد من رجال الدين التنويريين أو من له علاقة في هذا الجانب يتحدث وبصراحة وينتقد ويقول نحن في منظومتنا التربوية في الصف الخامس هناك كذا، وفي الصف السادس هناك تأسيس للفكر التكفيري، شعور بخطورة هذا الفكر وبمسؤولية يعني لما يمكن أن يترتب على استمرار مثلا مناهج التعليم بهذه الطريقة، وإلى أين يمكن أن يقودنا هذا الفكر. بالعودة لموضوع العنف معي دقيقة واحدة. ما أفكار سيد قطب عفوا. نعم. هذه يعني ما الشيخ القرضاوي تحدث بشكل واضح أنه بعض أفكار سيد قطب هي ليست من الإخوان، وبالمقابل كتابات سيد قطب جزء من المنظومة أساسها الفكرية. من المنظومة الفكرية طبعاً لجماعة طبعاً الإخوان المسلمين طبعاً والجماعات التي تدور بفلكها، وتحديدا معالم في الطريق وفي ظلال القرآن. إذا إحنا للأسف طبعا داركنا الوقت، يبدو أننا بحاجة إلى نقاش مع أساتذة معك ومع آخرين حول مفهوم الخطاب الديني وما يمكن أن ينطوي عليه يعني الخطاب الديني في الظرف الحالي ومن أجل المستقبل. بالتأكيد. أستاذ أنور أنا بدي أشكرك شكر جزيل لأنه داركنا الوقت بسرعة، هذه استطعنا ولو يعني بعجالة أن نمر على المفاهيم الرئيسية لهذه السلسلة المتواصلة الممتدة ما بين قديم الفكر المتطرف وحديثه. شكرا جزيلا. عفوا، وأنا سعيد جدا بهذا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم الدين والسياسة، هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج والأخ المخرج لؤي صافي، وإلى اللقاء.